صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تناولت هذه الآية الكريمة موضوعا من أهم المواضيع سأعرض له إن شاء الله. أولا سبب النزول، يعني سبب نزول هذه الآية، تقريبا مفسرين المسلمين كلهم يعني معظمهم يقول أن الآية نزلت في أصحاب بدر في الصحابة لأنهم تقاتلوا يوم الجمل، لأنه قطعا كان معسكرين، معسكر البصرة ومعسكر الإمام، وبي صحابة، هنا صحابة وهنا صحابة، زين، وتقاتلوا. الآية يقولون نزلت في أيام النبي صلى الله عليه وآله تشير إلى هذا، يعني من الإرهاصات التي القرآن الكريم أشار بها إلى ما يأتي هذه الآية. فخر الرازي يذهب إلى هذا، والقرطبي يذهب إلى هذا، والطبرسي صاحب مجمع البيان يذهب إلى هايا، والآية ترتبط بموضوعنا وسأبين لك إن شاء الله الارتباط. فهذه الآية لما تكون نازلة بهؤلاء الذين تقاتلوا يوم الجمل، لهذا نلاحظ أن مو بس الآية، النبي صلى الله عليه وآله أيضا حطهم بالصورة، لأن يقول الرازي كان يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي والزبير يسايره، الزبير يمشي وياه، وجاء علي بن أبي طالب. لما ورجع أمير المؤمنين سلام الله عليه تبسم له الزبير ويرحب به، التفت للنبي قال له يا زبير أتحبه؟ قال بلى يا رسول الله، أحبه كحب ولدي أو أشد. قال له كيف بك إذا خرجت إليه تقاتله، هذا اللي تحبه، شلون إذا يمر عليك دور من الأدوار تطلع لقتاله؟ ظلت الكلمة في دينه، في وعيه، في وعي الزبير. بعد ذلك كان الزبير يقول كنا نقرأ هذه الآية، هي واتقوا فتنة، كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم أننا نحن المقصودون بها، كنا نقرأها زمان وما كنا ندري أن احنا المقصودين بها. في الآية إذا نزلت في هذا القتال الذي نشب بين معسكرين، في هذا المعسكر صحابة وفي هذا المعسكر صحابة. طيب، من بعد هالمقدمة اللي عرفنا بها سبب نزول الآية، خلينا نرجع إلى مضمون الآية الكريمة. أولا المضمون الأول قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة. الفتنة ما هي؟ فتنة يقولون الواقعة التي يفتتن بها الناس، يعني الواقعة، أي واقعة من الوقائع، سواء واقعة في المجال السلمي أو في المجال الحربي،
أي واقعة من الوقائع الناس ينقشمون حولها ويفتتنون بها، يتقاتلون من أجلها، هذه هي الفتنة. أي واقعة؟ خلينا نشوف من باب التقريب شنو هي. أولا في الأحوال السلمية، مثلا انتشار بعض المنكرات، بعض المنكرات اللي تنتشر الناس ينقشمون حولها، بعضهم يقول هذه سليمة تخدم المجتمع، والبعض الآخر لا يراها ظاهرة سلبية راح تفسد المجتمع، صير صراع ما بيناتهم عليها. نبه لي، خلي أقرب لك المعنى. يعني افرض الآن عندنا في مجتمعنا المعاصر، في مجتمعنا المعاصر أكو جماعة ينادون بضرورة اندماج المرأة في كل فعاليات الحياة، في كل أنشطة الحياة. يقول لك المرأة تشكل نص المجتمع، وإذا كانت تشكل نص المجتمع على شنو إحنا حاجرين عليها؟ خليها تنطلق، خليها تطلع تدخل المعمل، تدخل الحقل الزراعي، تدخل إلى المجالات الحيوية العامة، ولو على حساب أولادها، ولو على حساب بيتها. تقول لهاي مثلا إذا اندمجت، أولا أكو أعمال تناسبها وأكو أعمال ما تناسبها. يعني هذه امرأة بأثناء الحمل أنت تخليها تحت آلة ثقيلة بالمعمل، تدير آلة ثقيلة راح ينعكس عليها على صحتها وعلى صحة جنينها، وراح يعرضها إلى آلام. وهذه الآن هو نفس الحمل عمل مرهق، نفس الحمل عدها المرأة هي الآن مجاهدة في المجتمع، كونها تحمل للمجتمع نواة امتداد المجتمع، لأن امتداد المجتمع شنو هو؟ الطفل. ها؟ إذا ما يصير حمل وولادة المجتمع ينقرض يخلص. إذن هي في حق في ساحة جهاد. ها؟ أنت تجيبها بالإضافة إلى هذا، أفرض تحطها في أعمال شاقة، قطعا هذا انقسم الناس حول هذا. قسم يقول هذه راح تكثر الإنتاجية بالمجتمع، وراح تعطينا وضع اقتصادي متحرك موار، وراح هي نفسها مثلا تسهم في بناء المجتمع. قسم يقول لا، هذا راح يكون على حساب الأخلاق، راح يكون على حساب لأجل الأطفال دول اللي يحرمون من العطف والرحمة ومن الرعاية، ويظلون يتلطلطون، تأخذ بهم خادمة وتجيبهم خادمة أخرى، والنتيجة مشاكل راح تنتج من وراء هذا اجتماعية وأخلاقية، فهذه يصير بها صراع. هيجي لون من الصراع لازم نحتكم به لوين؟ نحتكم به إلى الضوابط التي وضعها الشارع. هيجي قضية الشارع ما أهملها. يعني شو وقت المرأة إلى حق تشتغل، وش وقت ما لها حق تشتغل، وشنو هو اللي يضرها، وشنو هو اللي ينفعها. طبعا ما يجي واحد مثلا من سائر الناس من بعد 15 قرن يعلم الإسلام شنو موقف إجاء المرأة. الإسلام هو وصفة رب العالمين، الإسلام من السماء، والله أرحم بعباده من الناس، والله عز وجل عندما خطط للمجتمع خلى المرأة بمكانها وخلى الرجل بمكانها، أعطاها حق بالعمل في حالات معينة ومنعها من العمل في حالات معينة. نعم، وما يريد يظلمها أبدا. الله عز وجل ما عنده مصلحة أن يعطي رفاهية للذكر على حساب الأنثى أبدا، ما يكون هذا شيء. كلهم عباد الله، والله عز وجل رب العالمين، وما ممكن أن يكون عندنا مادة من السماء تظلم نصف المجتمع لحساب النصف الآخر أبدا، هذا ما تسوي الآية. إذن أكو فد أشياء يعني بالمجال السلمي، بالمجال السلمي أكو سلوك مفروض علينا. القرآن يقول اتقوا فتنة، يعني ابتعدوا عنها. يعني القضية التي يختلف حولها الناس، شوفوا جهة الحق بيا مكان، كونوا إلى جانب جهة الحق.
شلون إلى جانب جهة الحق؟ طبعا أرجع إلى الدهاقنة، لأن هذا مرض اجتماعي. المرض الاجتماعي أرجع به للطبيب الاجتماعي. طبيب الاجتماعي من هو؟ طبيب الاجتماعي الفقيه. نعم، مثل ما الطبيب البدني اللي يتخرج من كلية الطب، اللي يتخرج من الأكاديمية العلمية الإسلامية وهو على قابلية ولياقة، أروح لي أسئلة أقول له هذا شنو؟ هذا عندي مجال شرعي أنا مثلا أمشي بها الدرب ولا أبتعد؟ أي وحدة. أي في المجال السلمي مثلا، أضرب لك مثل آخر. القرطبي يقول كان ابن وهب يقول يجب الخروج من المجتمع الذي يصنع فيه المنكر علانية اقتداء بفعل أبي الدرداء. شنو هو؟ خل أوضح لك. كأنه إذا مجتمع من المجتمعات انتشر به المنكر وصار المنكر معروف، يعني ما أصبحت الناس تستنكر لها المنكر. نبه لي، الناس ما أصبحت تستنكر. يقول في مثل هالحالة لازم واحد ما يظل بذاك البلد، يطلع يشوف لبلد يحافظ به على أهله ويحافظ به على أسرته ويحافظ به على نفسه، لأن إذا تفشى المنكر بالمجتمع أحيانا الإنسان ما يقدر يطلع من نطاق المجتمع، يعني يأخذ الإطار اللي داير ما دايره، الإطار الاجتماعي يلفه. خل أضرب لك مثل، تقول له أفرض لبعض الناس يا أخي أنت عندك في بيتك تلفزيون، طيب حاول هذا التلفزيون بمنافذ سليمة ما بيها باش، يمكن تعلم نظرية علمية، يمكن تجيب لك خبر، يمكن تعالج مشكلة اجتماعية، أي سليمة ما بيها شيء، حتى بعض أنواع التسلية البريئة ما بيها شيء مثلا، لكن أكو بي قنوات تنتهي إلى المنكر، تفسدك وتفسد عائلتك تفسدها، حاول أن تمنعها. يقول لك والله شيخنا ما أقدر، تيار صاير عند الناس. شنو يعني تيار؟ تيار شنو يعني؟ ما بفهم. تيار إحنا نصنع التيار، ها؟ أنت تقدر تأثر، فلان يقدر يأثر، فلان يقدر يأثر. التيار شو هو؟ الإنسان إذا يريد يصلح لازم يعاكس التيار، اللي ما يعاكس التيار ما يقدر يصلح. إذا مشى ويا التيار خلاص دمج، أخذ المجتمع، أخذ الشيل بدربه. إذن القرآن الكريم يقول اتقوا فتنة، هذه الفتن التي يفتتن بها الناس وقائع تؤدي إلى إفساد أخلاق الناس، اتقوها. لأن ما معقول أن أنت معدتك شوية إذا يصيبها مرض الطارد إلى أكثر من طبيب حتى يسيطر على هالمرض، بينما أخلاقك يصيب هالمرض وانت تتفرج ابدا ما همك، ولا ترجع بها الى ان تداوي روحك وتطلع من هالمرض الذي سيصيبك ابدا. فواقع الامر القران يامرنا بان نضع لانفسنا وقايه اجتماعيه من الاشياء التي يفتتن بها الناس. نعم، هذه نقطه. يقول كما فعل ابو الدرداء شو أبو الدرداء؟ صار خلاف بينه وبين معاوية، وذول اثنينهم صحابة، مفروض هذا صحابي وهذا صحابي. طيب معاوية كان يبيع سقاية الذهب بأكثر منها، يعني ذهب مصنوع افرض قد أنا ذهبي يبيع بأكثر من وزن. نعم، هذا ربا أكثر من عنده، يعني زيادة على أحد المتساويين جنساً مما يكال أو يوزن، هذا ربا بإجماع المسلمين. قالوا له هذا ربا، قال أنا لا أرى به بأس، ما شايف أكو به بأس. نعم، فإذا كان شيء أفرض يسوي الخليفة نفسه، طبعاً الناس على دين ملوكهم راح يمشون عليه، وإذا مشوا عليه كما هي الحال اللي نشوفها عندنا الآن. إحنا عندنا الآن البنوك كلها تتعامل بالربا أغلبها، وماشي الربا ماشي على قدم وساق،
مع العلم إلى آثار ماحقة هذا الربا، من بعض آثاره النقيصة من حيث تطلب الزيادة، مو مال هذا الإنسان يتعامل بالربا شي يريد، يريد زيادة، يريد تنمية، مو، لكن بالعكس هو يمحق الربا، يمحقه. ولا تلاحظ لك واحد يشتغل بالربا ويكون عنده زيادة أبدا، يمحق الله الربا ويربي الصدقة، وهذا بالتجربة، يعني ما يحتاج واحد يحكي، بالتجربة. نبالي الأموال الربوية الآن حتى عند البلدان الرأسمالية الضخمة، الأموال الربوية ما قدرت تحقق الرفاه الاجتماعي أبدا. نعم، ليش؟ لأن الله وعد بمحق الربا، فهذا كان يقول له أنت هذا ربا، يقول لا أرى به بأس. أبو الدرداء قال لا، أنا لا أشاكنك ببلد، البلد اللي أنت به ما أقدر أنا، لأن الله أمرني بأن أتقي ما يفتتن به الناس، قال لي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنا ما أقدر أقعد وياك في بلد أنت فيه. فعلا هجر الشام، تركه وطلع. فهذا ابن وهب يقول اقتداء بفعل أبي الدرداء باعتباره صحابي، وفعل الصحابي يعتبروه المذاهب الإسلامية يعتبروه جزء من السنة. نبه لي وهناك مفارقة ألفت نظرك إليه، يعني إحنا عندنا السنة شنو هي؟ فعل النبي أو قوله أو تقريره، يعني إذا قال شيء هذا سووه هذا سنة، إذا هو فعل قدامنا، نعم توضأ وشفنا شلون يتوضأ إحنا نتوضأ مثله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا سنة اتباع للنبي. والسنة أيضا منها شنو؟ التقرير. شنو معنى التقرير؟ يعني أنا أفرض واقف أصلي قدام رسول الله صلى الله عليه وآله وخلصت صلاتي، إلى أن خلصت النبي ما قال لي صلاتك بها غلط أبدا، يعني معناه صلاتي صحيحة، لو كان بها غلط يتعين على النبي أن ينبهني، لما ما نبهني على غلط معناه صلاتي صحيحة، هذا تقرير يسموه. هالتقرير أيضا سنة، هذه هي السنة يوسعوها المذاهب الإسلامية. شو يقولون؟ يقولون فعل الصحابي أيضا سنة، لأن الصحابي إذا فعل فعل هذا يو شايفة عند النبي، يو النبي أقر عليه، يو أمره به، فإحنا حسن ظن بالصحابي نعتبر هذا سنة. طيب تقول له أنت مثلا لما أنا أريد أخذ رأي الحسن والحسين واثنينهم صحابيين مثلا، فليش ما تعتبره سنة؟ بس ذاك تعتبره سنة، يعني ما يصير، هو سطح واحد بيها وحار وبارد، ما يصير شكل. فإذن السنة هي عبارة عما فعله النبي أو أمر به أو أقره. طيب أرجع للموضوع، فالآية تقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الشهناء، خلينا نرجع للمقطع الثاني من الآية، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هنا يجي سؤال، السؤال شنو ذنب هذول اللي مو ظالمين حتى تصيبهم الفتنة، والحال هم ما مشتركين بها، مو يعني مو احنا نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى، مو الشكل، كل نفس بما كسبت رهينة. طيب إذا كان الإنسان يؤاخذ بعمله هذا ما مسوي شيء، هذا ليش تصيب الفتنة؟ الآية تقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تتعدى للمجتمع كله، المجتمع الباقين شنو ذنبهم؟ ليش؟ شنو هو؟ يعني أنا اللي ما مسوي ما مشترك بالفتنة ليش يعمني العقاب؟ العقاب ليش يعمني؟ الله عز وجل ينتقم من المجتمع كله، ليش؟ نبه لي شوي للنقطة هنا. أكو الفخر الرازي عنده رأيين، والرأيين اثنينهن ما تقدر تعتبرهم رأي متين، يعني شلون؟ خلا أوضح لك. الرأي الأول يقول أن الله خالق، والله عز وجل لما يخلق الإنسان هو يملك الإنسان، والإنسان يتصرف بملكه شلون يحب،
يعني ما أكو واحد إلى حق يعترض على الله يقول له ليش تصرف ملكك شلون ما تريد. وهذول الناس عباد الله وهم مخلوقين لله والله مالكهم يتصرف بهم شلون ما يريد. هذا مو جواب. صحيح الله يتصرف بعباده لكن ما يتصرف تصرف خلاف العقل، لأن الله أمرنا بالتعبد، تعبدنا بالعقل الله، وأمرنا أوامر لا تصطدم مع العقول مع العقل العام. فما ممكن الله عز وجل يظلم الناس أبدا، لأن الظلم خلاف العدل، والله أمر بالعدل مو الشكل، وعمل بالعدل وأقام السماوات والأرض على العدل. فما نقدر نقول ليش أن الله عز وجل يتصرف بملكه كيف يشاء. تمام، يتصرف بملكه كيف يشاء وما كل أحد عليه حق الاعتراض، لكن الله عز وجل لا يعمل القبيح، حاشا لله. وهذا قبيح أن تجي إلى البريء تظلم البريء، هذا قبيح. يعني أنا الآن إذا أشوف لي واحد يتعدى على بريء أنكر هذا في داخل نفسي. فكيف الله اللي خلق عندنا العدل وأمرنا بالعدل ها؟ كيف يأمرنا بهذا؟ الجواب مناهض. هذا رأي. الرأي الثاني إليه يقول لا، هذه يمكن أن يكون أكو بها لوط وبها ثواب لذول اللي يعمهم الظلم ما مسوين شيء ويعمهم العقاب، لابد الله يعطيهم عوض عن هذا. تقول هاي عملية عبثية ها؟ لا تدوس على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماكو داعي. التلامن الأول تجي تحرض للعقاب وبعدين أعطيك ثواب على أهلها، شون داعي لهذا؟ عملية عبثية هاي. ما يمكن الله عز وجل أجل من أن يأتي بهذا. إذن الرأيين نبه لي. بينما الرأي الصحيح شنو؟ الرأي الصحيح أن المجتمع طبعا راح ينقسم قسمين، قسم يدخل في صلب الفتنة يعمل المنكر، يعمل عمل نعم يضر المجتمع. القسم الثاني اللي ما يسوي يجب عليه أن ينكر، نبه لي، أن يقول له هذا غلط، يأمر بمعروف وينهاه عن منكر، أن يقول له ترى هذا عملك مو صحيح، هذا عملك منكر. هذا ترك الظلم، ترك الإنكار ظلم، والظلم يعاقب عليه الإنسان. شو تنبه لي زين؟ ترك الظالم، إذا شفت للظالم شنو الرواية؟ الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث حسن يقول النبي إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، يعني أن ينشر العقاب عليهم جميعا. نبه لي، إذا شافوا الظالم ولم يقفوا بوجه الظالم. هذه نقطة نبه، هذه نقطة جدا مهمة بالفكر. هذه الآن عندنا إذا ترجع إلى تاريخ المسلمين وإلى عقائد المسلمين، عقائد المسلمين حول هالنقطة شطرين، قسم الشيعة والمعتزلة وقسم المذاهب الإسلامية الأخرى. هذول لهم رأي وهذول لهم رأي. لما ترجع إلى الروايات عند المذاهب الإسلامية الأخرى، تقول الروايات عند المذاهب الإسلامية الأخرى أن هذا اللي يحكم المسلمين، يحكم الناس كلهم، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان ظالم، حتى لو كان جاهل، ما إلك حق تنكر عليه أو تخرج عليه، ما إلك حق. ليش؟ لأنه في الإنكار عليه يؤدي إلى شفك الدم ويؤدي إلى الصراع ويؤدي إلى مشاكل، عليه اترك لربه، ها؟ اترك الأمر كما هو. وهذه النظرية تحب تشوفها تلقاها في كل كتب المذاهب الإسلامية. مثلا الأيجي في كتاب المواقف، جين مثلا الأحكام السلطانية للماوردي، مثلا مآثر الإنافة للقلقشندي مثلا، وكل عشرة المذاهب الإسلامية لأبو زهرة، كلهم إذا ترجع للنظرية تشوف النظرية تفصيلا. أنا جاي أرشدك إلى المصادر وإرجع،
حتى إذا يقول وصل إلى الحكم جاهل فاشق، ما يجوز لك أن تنام ذيك الليلة وليس في عنقك بيعة له، لازم تبايعه وتقر على ما هو عليه. طبعا هذا الفكر، هذا الفكر قريب لذيذ لنفوسهم، قريب لهم، ما يحاربوا هاللون من الفكر هذا، ما يحاربوا أبدا. لكن الفكر اللي قابله شنو؟ الفكر اللي قابله بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، من رأى منكم سلطانا جائرا، كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، نعم، هذا إذا ولم يغير عليه بقول أو فعل أو بإنكار، نعم، فحقيق على الله أن يدخله مدخله، هذا بعدين يدخل مدخل الظالم، يكون إلى جانب الظالم. طبعا أكو فرق بين هالفكرين، وألفت نظرك ترى إذا الفكر فكر أهل البيت، هذا الفكر الشيعي إنما حورب من أمثال عبد الملك بن مروان واللي سبق مثلا أفرض واللي لحق، ومن العباسيين لما حاربوا هالفكر، لأن هذا فكر خطر عليهم، جدا خطر، هذا فكر ما يقر أبدا. فشلون حاربوا؟ بأي شيء؟ اجتك الروايات اللي قامت تحطب على الفكر الإمامي، الفكر الشيعي، شلون قاموا نشولهم كذب يفترون عليهم. ولذلك انت لما تطلع شوية تقرأ على الكتب تشوف اكو نسب يذبوها على فكر اهل البيت او يذبوها على الفكر الشيعي، نسب ما لها وجود ابدا، ينشبولهم قضايا ما لها وجود بالمرة. نبه لي، يعني مثلا اضرب لك، انت قد تشوف واحد مثل الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، هذا رجل كبير من الفقهاء الكبار، يقول الشيعة يجوزون أن يأخذ الإنسان 18 مرة في وقت واحد. كل وين هذا؟ تتحكي عن المريخ؟ وين تتحكي له؟ عن الأرض؟ وين يا أخي هذا؟ وين بيا مكان هذا؟ في أي مكان أنت؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يحل للمسلم أن يجري ماءه عند أكثر من 4 نساء. نعم؟ ممكن ما موجود هذا بالما، يقول لا هذول يجون للآية مثنى وثلاث ورباع، المثنى 2-2 يعني 4، 3-3-3 يعني 6، زين رباع 4-4 يعني 8، المجموع 18. نعم، من أين هالنظرية؟ أنت لما تشوف تمر قطعا بالتاريخ تقرأ النظرية تقول آخر ذولا ليش يخالفون كتاب الله؟ قطعا تحقد عليهم، ما في شك. يعني واحد لما يوقف يريد يلعب بكتاب الله أو يلعب بدين الله قطعا راح يكون مغضوب عليه، ما في شك، قطعا راح يكون مغضوب عليه. زين، أنت لما مثلا تقرأ أحداث كثيرة من هالنوع، تقرأ أحداث كثيرة من هالنوع تشوفها تلفت نظرك تقول هاي وين؟ أين وجدها هؤلاء؟ بأي مكان؟ زين؟ يعني إحنا الآن لما تشوف، خلي أضرب لك مثل آخر، لو تشوف شقد أكو عند فقهائنا تشديد في الدخول إلى الكعبة على الطهارة والخشوع والاستسلام لله عز وجل، والقيود اللي يضعوها الفقهاء عندنا في تعظيم الكعبة المشرفة، في تعظيم المشاهد المقدسة بالحجاز، لو تشوف النظريات، نظريات فقهائنا تعرف شقد، لكن تجي تلقى لك واحد فقيه ومؤرخ يقول دول عندما يذهبون إلى الحج ما يرحون للحج، دول يرحون يأخذون العذرة بحلقهم وينجسون البيت. يا أخي هذا غريب، يعني هالتراث، هذا تراث مصيبة، كارثة، هذا مفاعل نووي في تاريخ المسلمين. أنا لما أقرأ هالنظرية
طبعا راح أحقد عليهم دولة. شنو دولة؟ يجون إلى البيت الطاهر، إلى الكعبة المشرفة اللي يتوجه إليها المسلمون في كل يوم بصلاتهم 5 مرات. وإذا كان هدفها طبعا راح هذا أحقد عليه، راح أحمي عليه حقد. وتلقى نظريات تاريخية واجتماعية يعني فرد تراث جدا ضخم، يعني فرد زبالة يريد لها 1000 سنة يو تنكنش يولا. نعم ما تنكنش. يعني مصيبة كارثة عندما تطلع أنت بالتاريخ. الغريب يعني أبسطها من القضاء، يقول هؤلاء لا يأكلون الكرم لأنه نبت على دم الحسين. الكرنب يعني نسميه احنا كلام، هذا ماكو. وصدفة هالكربلاء أكثر الناس يحبون الكلام، نبه شو تلاحظ يعني هذا لا يكلو لأن نبت على منين هالكلام هذا؟ يعني أنت هواية تشوف أن هذا عقل هزيل، فكر هزيل أن يكون في تاريخ المسلمين هاللون من التهافت. أرجوك، المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يمسك بعضهم بعضد البعض الآخر. إحنا الآن يتعرض ديننا إلى إبادة، مجتمعنا يتعرض إلى تفكك. المسلمين في أمس الحاجة إلى الاتحاد والتعاون والتراحم والتلاحم. اتأمل اليهودية تفتك بنا يمينا وشمالا، أهلنا، أعراضنا، دماؤنا، الصهيونية وأعوان الصهيونية. نعم هؤلاء يعبثون ليل ونهار بكل مقدساتنا، وإحنا بأمس الحاجة إلى أن يأخذ بعضنا بعضد البعض. خصوصا هذا الكلام ما عاد لكلام، لأن هذا كان بسبب الخلافة. كل كان والخلافة راح انتهى بعد علي من هالصراع، ما أدري هالصراع علي من. فمن هالنوع هذا نفسه هالركام تدري منين إجا؟ هذا إجا من بلاط الحكام، لأن ألغموا الفكر، يردون على نظرية تفرق تشهد، ألغموا لها الفكر وذبوا على التاريخ. الإمام صلوات الله عليه يقول لأحد أتباعه، يقول له إحنا ابتلينا ب3 أشياء، جماعة نسبوا إلينا ما لم نقله، إجوا جماعة نسبونا أشياء إحنا ما نقولها ولا نأخذ بها، لأن إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. أي رواية تجيكم عندنا ما تلتقي مع القرآن ومع سنة النبي دبوها بالمزبلة. طيب ناس نقلوا عنا ما لم نقل، وناس قالوا فينا ما لم نستحق. يعني إحنا أكو إجوا ناس غالوا بينا مغالات رفعونا عن مستوى البشر، هذول ارموا بأقوالهم عرض الجدار أيضا، إحناش عباد الله إحنا بشر. هاي 2. الثلاثة ناس نسبوا إلى أعدائنا ما ليس فيهم وشتموهم حتى شتمونا. نبه لي هالنقطة هاي، أكو ناس يقول إجاو إلى الجماعة إلى طرف آخر أفرض مقابل أهل البيت، نشبوا لهم قضايا مو صحيحة وشتموهم، خلوهم يشتمونا، فكونوا حذرين. الرواة التاريخ بيداش بافتعال بمطامع بأهواء، فكونوا يقظين في معالجة القضية التاريخية. نبه. إذا أرجع إلى الموضوع، هذا اللون من الفكر الذي قابل الظالمين تعرض للافتراء، تعرض إلى نسبة أشياء ليست عنده، وهو هذا سبب البلاء. خلينا نعود للموضوع. إذن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. يعني يقول ترى المسألة مو واحد يقول أنا ما مسوي شيء، أنا شو انشكوا علي؟ لا، أنت عليك واجب. شنو هو الواجب؟ إنكار المنكر، لأنك إذا ما أنكرت المنكر راح تتعرض للعقاب. شلون؟ يقول الحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله 3 يعجل الله عقوبتها
ولا يؤخر عقوبتها إلى الآخرة، يعجل عقوبتها بالدنيا. شنو هاي الثلاثة؟ أولاً عقوق الوالدين. إذا واحد يعق والديه هذا ما يترك الله عز وجل إلى أن يحشر بين يديه، وذاك الوقت يأخذ منه الحق أو يعاقبه، لا، يعاقبه بالحياة بالدنيا. يو يعاقبه يطلع له ولد مثله عينا، شون هو أشاء لي أبويه، يطلع له ولد أيضا يأخذ الحق من عنده. يو من هالنوع، يو لا والله يسلط عليه ظالم من الظلمة، أو يسلط عليه وباء، أو يسلط عليه مصيبة من المصائب. هذا أعجل الأمور عقوبة، عقوق الوالدين. ليش؟ لأن عقوق الوالدين تخريب للمجتمع، المجتمع ما يصير بانسجام ولا تماسك إذا ما يكون الولد منسجم مع الأبوين. مثل ما أنا أود أن يكون أبوي وياي يرحمني، أنا كون أرحمه، كون أبره، كون أعطيه مكانته، زين، يحصل التماسك. الحلقات إذا كانت متماسكة متلائمة، المجتمع تعتبره مجتمع سليم. يعني مثل ما إذا الآن نشيج لازم يكون دائما متلاحم، إذا صارت فجوة بالوسط صار عيب بالنشيج كله. الهيكل الاجتماعي يحتاج إلى التماسك. هاي وحدة من الأشياء التي يعجل الله عقوبتها. بعد الثاني البغي على الناس، هذا موضع الشاهد. إذا بغى الناس بعضهم على بعض، شلون يعني البغي؟ يعني واحد يعتدي والآخرين يعينون عليه، ما حد يقول له أنت معتدي، ما حد يقول له أنت مرتكب لخطيئة. قطعا دول اثنينهم اشتركوا بالظلم، هذا اشترك بالظلم مباشرة وهذا اشترك بالظلم بصورة غير مباشرة. يعني سكت على الظلم، والسكوت على الظلم ظلم، السكوت على الظلم ظلم، لأن هاي غريزة أودعت حتى عند الحيوان. لاحظ بعض الحيوانات ما بيناتها تتقارع لإبعاد الظلم. زين، شاء لا يتسع المجال، لعله يجي وقت أشرح لك إياها. إذن البغي على عباد الله يعم العباد بالعقوبة. وبالعكس عندنا روايات تقول التظالم إذا ارتفع ما بين الناس، إذا الناس ما ظالموا يعمهم الخير والرخاء. يعني أنت ملاحظ أكو ناس احنا نسميهم كفرة، يعني فرض أوروبا، لاحظ أن ذولا تجلي تلقاهم مستقرين من ناحية النظام، تلقاهم مستقرين من ناحية اجتماعية، خيرات وموارد ومطار ونعيم ورحمة، كل موجود هذا عندهم، وتشوفهم قدام عينك يتهارجون تهارج الحمير بالشوارع، فساد وانحلال وشرب خمرة، لكن ما يعاقبون بالدنيا. ليش؟ عندنا الروايات تقول إذا لم يتظالموا رحمهم الله، وبعدين حسابهم على الله. بالدنيا هذول ما طول هالشكل، الفرد حقوقه محفوظة، اعتداء ما أكو، التوازن موجود، ما أكو اختلال في البنية الاجتماعية، انتظر كل خير. وبالعكس يعني أنت تشوف يعني مناظر عجيبة، يعني شفنا هناك بأعيننا، شفنا هناك بأعيننا مثلا طفل أفرض يمرض، تلقى أبدا صباح مساء الأطباء تجي إلى البيت تعالج، وتجي نرش تدخل إلى هاي تشعر على رعايته، وتقوم بخدمته، وبنفس الوقت الأدوية والحليب تجي لي، يجي لي إلى باب البيت. ونقل لي واحد في أحد مستشفياتنا يقول أنا كنت في جناح بي مكسورين، احنا مشدودين، كل واحد شادين الى سرير نومه، ما نقدر نتحرك من ناحية الكسر. يجيب هذا الصبح يقول الطعام المخصص انه شوية شوربة افرض بها اشياء اخرى،
يصيح ترى اللي ما يجيب طاسة ما يحصل. زين احنا ما بينا ما نقدر نقوم يقول من مكاننا حتى ياخذن يذني هو يروح ياكلن. تلاحظ هيك مجتمع منحدر وسخ تتامل من عند هذا ان الله يرحمه؟ ما يمكن الله يرحمه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابني نفسك اذا بنيتها واستشعرت الرحمه انتظر ان الله يرحمك. نعم، لان الرحمه في قلب الانسان مثل التربه الخصبه المهيئه للانتاج للزرع. واذا لا والله قلب الانسان كان قلب فاسد اشبه شيء بالارض الشبخه التي لا تزرع. اذن البغي على عباد الله، الله عز وجل يعجل عقوبته بعد. وكفر الاحسان، كفر الاحسان شنو؟ يعني واحد لما تسوي له احسان تنتظر من عنده ان يكافيك غير الشكل؟ انت ما تتوقع واحد تحسن اليه تربيه تبنيه بناء جيد، واذا بثاني يوم يتحول عليك على عقرب او يتحول اليك الى حيه، يلذع بك حتى يميتك. نبه، تشاكو نفوس لئيمه، نفوس مريضه، يصل بها الامر الى هذا الحد. انت تتصور اني انا عمري كله احسن لفلان، تالي فلان يعاقبني معاقبه من اشد انواع العقوبه؟ ليش؟ من هنا تدرك كلمه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: اتقي شر من احسنت اليه. لان اكو بعض الناس نفوسهم مو سليمه، الاحسان اليه يولد عنده شعور بالنقص ويخليه ينتقم من عندك، عمليه نفسيه. فتامل الايه تقول: اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ثم بهالجانب يتعين على الانسان ان يتقي، يبتعد، لا يقدر يوقف يعاين. يقول الطبرسي في مجمع البيان نقلا عن الثعلبي ينقل هاي الروايه، يقول: قال النبي صلى الله عليه واله لعمار بن ياسر: يا عمار، ستكون من بعدي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم. يقول راح تصير حادثه بين المسلمين الى ان يتدخل السيف ما بيناتهم، يتحاكمون الى القتل والقتال. فاذا كان ذلك، اذا رايت ذلك، فالجم هذا الاصلع الجالس على يميني، وهو علي بن ابي طالب سلام الله عليه، فانه لا يدعوك الى ردى ولا يصدك عن هدى. يا عمار، اذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا، فاسلك وادي علي واترك ذلك الوادي. يا عمار، إن طاعة علي طاعتي ومعصيته معصيتي ومعصيتي معصية لله. نعم، الإنسان إذن يتعين عليه أن يميز. والغريب أنا شفت واحد من بعض الحفاظ، واحد من بعض الحفاظ يستعرض الواقعة لما قتل عمار في يوم صفين. النبي صلى الله عليه وآله كان موعده، قال له: آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية. هو يذكر الواقعة، يقول: واتضح بقتل عمار بن ياسر إلى جانب علي، اتضح أن الحق مع علي. عجيب، يعني لو ما عمار علي بن طالب مو ما نعرف أنه نحتاج أن يجيب عمار يزكي. اشتعوا أهل، يعني ليش التغاضي عن الحق؟ ليش هالروح؟ يا سيدي، احنا بأمس الحاجة إلى رؤية واضحة وإلى ضمير يقظ ونظيف، لأنه أرجوك كل خير لمسلم هو خير للمسلمين جميعهم. نعم، يعني ما في شك أني أنا إذا ربيت ضميري على الحق والعدل واتباع الحق، أنا بذلك أصنع لبنة سليمة في بناء هذا المجتمع. وإذا بالعكس كان ضميري ضمير موبوء، أنا أصنع لبنة موبوءة في هذا المجتمع. طيب، أعود للآية. ثم الآية تقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شديد العقاب بأي معنى؟
شديد العقاب بالدنيا وبالآخرة. أما العقاب بالدنيا مثل ما قلت لك، الإنسان إذا ساهم بالباطل يعني ساهم في بناء إطار اجتماعي يؤدي إلى الظلم وإلى إلحاق الأذى بعباد الله. لا أنت تقول أنا شنو يعني، أنا خوش ارتكبت لي جريمة، شنو معنى أنا أفسد المجتمع كله؟ وهي الجريمة بها إيحائية. يعني شو تنبه لي لما القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شو معنى؟ ليش؟ لأن أنت إذا اعتديت يعني سهلت الاعتداء على الدماء، سهلت سفك الدماء وأصبحت ما الدماء ما لها حرمة. شوية شوية انتشر هذا سفك الدم، تحول المجتمع إلى غابة يقتل فيها القوي الضعيف. أنت إذا تساهلت في أكل الباطل وأكل الحرام يعني شجعت على أكل الحرام، يعني مشيت للخلق. يعني مثل واحد يدخل عنده وباء، أعوذ بالله، عنده وباء جسدي يدخل ينشر الوباء بالمجتمع. الوباء الخلقي ينتشر مثل الوباء الجسدي. فإذا نشرت للوباء يعني خلقت لك إطار اجتماعي يعيش الفرد في داخله. الفرد في داخل الإطار ما يقدر يتمرد على الإطار الاجتماعي، الإطار الاجتماعي يلفه يعلمه. إذا واحد فك عينه في مجتمع ملوث يربع على التلويث، وإذا لا والله فك عينه في مجتمع نظيف تعلم النظافة. ولهذا الله أمرنا أن لا نصاحب إلا من نثق بأخلاقه، أن الصحبة تعدي. يعني أنا أكون أهل البيئة الطيبة أعيش بها حتى يعلموني ربوني، ما أروح أذي بروحي في مجتمع فساد. هذا الطفل اللي يربى في مجتمع فاسد يربى على الفساد، وبالعكس إذا نشأ في مجتمع فاضل يربى على الفضيلة. إذن أكو عندنا عقاب بالدنيا. شنو؟ ولذلك الرواية شو تقول؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أنت تجي تصنع الباطل، تخلق الجريمة، تجيب المجرم إلى أن سويت آدمي. إذا تشلب بيك بأسنانه ذاك له يقول يا ربي خلصنا، يقول لك لا ما خلصك، هذا جزاء ما صنعته يداك، لأن هذا أنت صنعت هذا المجرم، إطارك هو اللي صنع سوى آدمي. انتظر من عنده خلي يأكلك، مثل ما أنت تشاهلت في أن جبت للمجتمع آفة، انتظر أن هذه الآفة ستبدأ بأكلك. نعم هذا ما في شك، هذا بالدنيا، العقاب بالدنيا. والعقاب بالأخرى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولهذا عرفت من بعد هالمقدمة خلي ندخل في صلب الموضوع، نقول أن الحسين سلام الله عليه هذا يجي البعض يثير تساؤل، كان صحيح تحرك الحسين؟ ما كان بوسعه أن يبقى في مكانه ولا يعرض نفسه إلى هؤلاء الذين غدروا به أو إلى هؤلاء الذين قتلوه؟ عجيب، يعني هذا الإشكال لازم نطرحه على الأنبياء أيضا، نقولهم للأنبياء أنتوا ليش طلعتوا تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر؟ ليش جبتوا شرائع تغير النظام الاجتماعي اللي كان شائد في زمانكم؟ كل واحد من عندكم جاب له شريعة غير السابق. طبعا إنما أجوا لإصلاح المجتمع، يعني مجتمع لما يستشري به الفساد لابد من معالجته. بيش يعالج؟ يعالج بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يمكن بإنكار القلب كافي، ما يمكن باليد، ما يمكن باليد نرجع للشيخ، يعني من بعد اللسان والقلب نرجع للشيخ. هذا هو، هاي نظام الحياة، هكذا نظام الحياة. الأنبياء كلهم أقدموا على التضحية من أجل إصلاح المجتمع. أرجوك أي نبي عندنا من الأنبياء ما تعرض إلى التكذيب والتفسيق والرمي بالحجارة والقتل؟ كلهم تعرضوا لهذا.
يعني هم ننكر عليهم، هي طريقة الأنبياء. وبعدين لا ننسى إحنا ما نجي إلى شيد شباب أهل الجنة اللي يعبر عنا النبي إمام إن قام وإن قعد، نجي ليه نريد نعرف تكليفه، نقول له تكليفك الشرعي شنو؟ لا يا أخي، هذا على المنبع، هذا على المنبع على حضن رسول الله، هذا يتلقى القرآن صباح مساء ويتلقى فعل النبي صباح مساء. فإذا تحرك في داخل قلب نظام القرآن ونظام السنة. نعم، هذا هو في الواقع تحرك. نهض الحسين سلام الله عليه نهضته لأنه رأى فتنة، هذه الفتنة راح تعم المجتمع ولا بد من إنكار المنكر. يعني شنو هو المجتمع؟ مقدساته شنو؟ المجتمع مقدساته أولاً الأعراض، وبعدين الأموال، وبعدين الدماء، وبعدين الكرامة، هاي كلها مقدسات، كلها عرضوها الأمويين للهدر. بس احنا ما عندنا عداء وياهم، أكوناش بالأمويين الله وكيلك، احنا نقدسهم نحترمهم غاية الاحترام، موجودين قسم كبير منهم، لكن اللي اجى عبث ما في شك نحط اصبعنا نقول هذا عبث، هذا عمل عملا منكر لا يقره القرآن ويأمر بمكافحته. زين، في الأعراض تعرضت إلى التعدي، الدماء، الأموال، يعني أبسط الوقائع المقدسات. أرجوك مرتين أحرقت الكعبة، مرة أحرقها يزيد بمن جنيقاته، ومرة أحرقها الحجاج. ولهذا لما طلعوا القراء على الحجاج نهضوا عليه كل القراء، يعني الفقهاء ما حد أنكر عليهم، قالهم أنتوا ليش هذا الخروج؟ لأن طلعوا على ظالم، على سلطان جائر. كذلك كان الإمام أبو حنيفة يفتي بالخروج على المنصور وأفتى بيش، وتعرض من أجلها إلى سجن، وتعرض من عدها من أجلها إلى شياط. أفتى بالخروج مع محمد بن الحسن، محمد ابن عبد الله ابن الحسن، نعم، لما نهض نهضته على المنصور طبت عليه وحدة من النساء على أبي حنيفة، قالت له أنت أفتيت الناس بالخروج للقتال مع محمد النفس الزكية، هذا ابني راح يتعرض للقتل. قالها ليتني مكانه، يا ريت أقدر بأقابلية أنا أخذ السيف وأكون مكانه. نعم، لأن الخروج على الحاكم الجائر أمر ندب إليه الشرع على سلطان الباطل، وكذلك الخروج أفرض. إذا نزلت الآية وين؟ في واقعة الجمل، لأن الناس خرجوا على الإمام الحق أمير المؤمنين سلام الله عليه نكتوا بيعته، وبنفس الوقت خرج الحسين لأن الناس خرجوا عليه، نظروا إلى المنكر وأقروا المنكر، أقروا واحد يعيش على الفهود والقرود يتربع على كرسيه ويقول أقول لصحب ضمة الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. وصل الأمر إلى هالدرجة، إلى هذا الحال. فتهيأ الحسين إلى العلاج، والعلاج كان يتطلب التضحية، وما رأى الشبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره شفك، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. نعم، وصل الأمر إلى التضحية، واستعد الحسين لتلك التضحية، فعلا طلع من المدينة شايل شعاره، تهيأ، رفع شعاره وصاح. شنو هو؟ طلع من المسجد وهو يقول لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي من المهانة ضيما
والمنايا يرصدنني أنا حيدا. فعلا تهيأ وأعد للأمر عدته، التخطيط خلاه من المدينة، ما يعني مو بدأ لي بعدين، لا لا من المدينة، لندري المعركة أولا تريد وقود، قدم لها وقود وناهيك به من وقود. أفلاد كبد رسول الله الوقود اللي قدمها، أبناء أمير المؤمنين، أبناء فاطمة الزهراء، هذا الوقود اللي حمله، الوقود كان خيرة صحابته، خيرة الرجال المصر من الأبدال، من المتهجدين بالأسحار، مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومجموعة من التابعين، ومجموعة من الأبرار، هيأهم الحسين بعد. والوقود كان يحتاج تضحية حتى بخدر العيال، وفعلا هيأ عياله وهيأ نفسه لتلقي الخاطب والدخول إلى مصارعة الباطل مهما بلغ الأمر. وإجا إلى قبر النبي، حط خده على القبر، قال: يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك، يا رسول الله أنا خارج لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر تجسيدا لأوامرك. يا رسول الله، نعم، شكى إليه ما يمكن أن يتعرض له، ودعه وثنى بقبر أمه وودعها، وإجا وين؟ إلى بيوت الهاشميين، أيضا مر على بعض البيوت اللي عرف أنه ما راح يرجع ليها بعد مرة ثانية، وأخرج عياله، طلعهم كلهن، هيأهن. المؤرخين يرون صورة، يعكسون منظر كما يرويه المؤرخون وكما ترويه كتب الطب، صورة كانت شجية مؤلمة. يقول: مر الحسين على بيوت أهله ودعها، ودع من بقي منهم بالمدينة، وطلعت لواحدة من بناته تلك التي أراد أن يبقيها الحسين، حرص على أن يبقيها هاي لأن كانت مريضة، لا قابلية لها على التحرك. الحسين تركها، جابها إلى بيت أم سلمة وهي ابنته فاطمة، وضعها ببيت أم سلمة، ألحت عليه، قامت تطوف على المحامل، تودع المحامل واحدة واحدة، تودع النساء، مرت على عمتها زينب، على أخواتها من بنات الحسين، مرت على الأسرة، على أهلها، وإجت للحسين، تمسكت بيده، تمسكت بركابه، تعلقت به وتمسكت به، وقالت: أبا خذني معكم، والله لطقت لي على فراقكم. قال: بني أنت مريضة، لا طاقة لك على الحركة. تركها في مكانها، قال: إذا تغيرت الظروف ممكن أرسل عليك من يصحبك. تركها وين؟ في بيت أم سلمة، وظلت هاي الصبية تترقب الأخبار، تنتظر أن يأتي إليها من يخبرها بما جرى، إلى أن رجع الناعي ينعى الحسين. يقول المؤرخون: خرجت تقوم ويقعدها الألم، وهي تقول: أيها هذا الناعي قف لي قليلا حتى أسألك. وقف لها بشر، قالت: ما وراك؟ اخبرني عن الحسين. قال: لا بني، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. يا ناعري اضب هونك، انشدنك وجا. هذا كان يقولها، الطريق أمامك مفتوح، الخبر تلقيه عند قبر رسول الله، هناك المجتمع ينتظر، وأنا راح أشرح الأمر هناك. هي تقول: أنا عليلة لا طاقة لي على لحاقك.
يا نعير ضبانك أنا أشدنك وجاوبني ما بيلحق بممشاك علي لو المرض ذبني عندك علم بخباري بيولا بيوم ما عندك انت اخبار انا الاهلي مشوا عني وعافوني بهاي الدار يصيح الدمع بعيوني وتشعر بضلوع النار فرقاهم تحز قلبي وسيرتهم تذوبني جانوا تنور وجوههم حلوة ذبوني بهذا الدار وعافوني برض شلوة ما خلوا بعد عندي ولا حتى طفل شلوة أي تمسكت برضيع للرماد قال ادعوا لي هذا الطفل أتشلى به من بعدكم قال لا الحسين بني لا إن شهم حرم لا ينتظر وبالفعل رجع به الحسين وهو يضطرب على عبده ولو تراه حاملا طفله رايت بادرا يحمل الفرقد مخضبا من بيض اوداجه البسه سهم الردى يا ربي نسالك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المؤسسون تقبل أعمالهم.